الخطبة إشي كثير حلو، أتمنى إنه المدام تكون تسمعني. الخطبة أحلى إشي صار في حياتي. لا عند كلام، إن شاء الله أكيد هالإشي. وبهاي الحلقة جبنا لكم معاذ البزور. معاذ ممثل كوميدي، درس دراسة ولا إلها دخل بالشغل اللي بيشتغله. شو قصة تعدد الزوجات يا معاذ؟ إن شاء الله. شو السؤال هذا؟ أنا لا مش معك. وشو اللي بيميز شريكة حياتك؟ ربنا يسر الأمور وتعرفت عليها وهينا خاطبين وبنتجوز. تعالوا نشوف معاذ البزور بحلقة جديدة من جيم جواب. معاذ محمد حسن البزور، خريج اقتصاد علوم مالية ومصرفية جامعة اليرموك. كثير طبخات صراحة. منسف لوخية مقلوبة. بعرفش أطبخ أي إشي، الإشي الوحيد اللي بعرف أعمله هو أقلي بيض. بأعمال المنزل بساعد، بس أمي رح تنكر هذا الحكي إذا سألتوها. خطأ تعدد الزوجات. أنا لا مش معه ومش ضده، ومش ما إليش في تعدد الزوجات. أنا بدي أتجوز واحدة وإن شاء الله أصمد على واحدة، ومش مفكر صراحة في أي شيء ثاني. إن شاء الله. شو السؤال هذا؟ أنا لا مش مع تعدد الزوجات، لا ما بدي. نصيب ربنا، يعني تعرفت على شريكة حياتي، ربنا يسر الأمور وتعرفت عليها وهينا خاطبين وبنتجوز. يعني تعرفت بطريقة تقليدية، يعني أو تعرفت عليها وربنا اللي بجيب اللي فيه الخير. أتوقع أنه هذا أحسن جواب ممكن أجاوبه. آخر بلد زرتها خارج الأردن كانت تركيا قبل سنتين، سنة 2015. يعني آخر كتاب قرأته كتابي اللي كتبته صراحة، اللي هو كتب كتابي على خطيبتي. آخر كتاب قرأته كتب كتابي على خطيبتي. آخر فيلم سينما حضرته مبارح كان Leaves of Grass اسمه، لا إدوارد نورتون. حلو فيلم صراحة. تشويش واضح. برنامج حلو، بضحك، بيعكس واقع، بيحكي عن واقع. بدناش نحكي بيعكس، يعني بيحكي عن واقع بصير عنا. منحاول نوصل لجميع الطبقات، مش فئة معينة، إنه بس الشباب ولا بس الكبار في العمر. بما إنه سياسة معروف إنه الأخبار مملة، بتمل الناس، بتمل مشاهدتها. تشويش واضح هو منفذ أو طريقة إنه توصل هاي الرسائل لكل الفئات العمرية بالطريقة اللي إحنا الساخرة اللي إحنا نستخدمها صراحة. فوق السادة أقرب لي لأنه هو البداية، يعني هو بداية العمل. فوق السادة مجال الكوميديا فيه، ومجال إنك تأخذ راحتك وتطلع، يعني طلع الكوميدي فيه، طلع الرسائل اللي بدك توصلها زي ما أنتوا بتسموها الرسائل. أسلس أحلى، يعني الطبيعة اللي فيها أحلى، يعني والمواقف اللي بتصير في تصوير فوق السادة وهاي برضو أحلى. يعني بعرف أشخاص بحب فوق السادة وبحب تشويش واضح، يعني بس فوق السادة أكثر. عصبي؟ لا مش عصبي. أنا لما أعصب بكون سيء، بس بطبعي لا مش عصبي ابدا، هادي وطويل روح، مع انه برضو اهلي رح ينكروا هذا الاشي. كثير بعصب انا. السعادة مفهومها بالنسبة لي انه بقى هيك هاي السعادة. المال مهم بس مش هو كل اشي. لو عندي 1,000,000 في البنك راح أصرفهم وأنبسط فيهم كثير، أنا والناس اللي بحبهم. إنجاز باسم ما في، يعني ما فيش، بس شغلنا اللي عم نشتغله، اللي مش حكي هذا المجاملات، يعني محبة الناس، طريقة الناس كيف تتعامل معنا، كيف تستقبلنا، كيف تحكي معنا، هذا يعتبر إنجاز صراحة، إنجاز كبير يعني. كبير. ما عمريش تعلقت في شخصية سياسية. أنا الشخصية اللي متعلق فيها سواء سياسية أو اجتماعية أو حياتية أو أي لفظ ممكن ينحكى هو والدي الله يطول بعمره. أنا مش كثير مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي صراحة، يعني أكثر إشي يمكن بستخدمه هو الإنستغرام. بصراحة بحب أنشر عليه أشياء بتضحك الإنستغرام، يمكن أشياء تكون تتعلق فيه أو في الشغل، اللي هي صور او فيديو كوميدي صغير او شيء زي هيك. يعني هذا اللي بتوجه له، مش شيء ثاني. موجود كل شيء بدي اياه بشريكه حياتي، الحمد لله كل شيء موجود فيها.
ما فيش إشي معين بدي يكون موجود فيها صراحة، هي كما هي الحمد لله ربنا إنه تمم لنا على خير وتمشي الأمور على خير، ما في إشي بدي يكون فيها يعني. أنا سعيد جدا بوجودي بإذاعة مزاج وبوجودنا ببرنامج مع الحدث صراحة، استقبال لطيف، جلسة جميلة، أسئلة كان فيها أسئلة محرجة أو يعني صعبة كانت علينا، بس صراحة إحنا مبسوطين جدا وكل ما يصير لنا فرصة بنيجي نطلع معكم نحكي ونسولف وأنتم بتيجوا بتزورونا والحياة حلوة وإحنا مبسوطين. وتحكي ليش أعمل يا كبير، بس هذا يا كبير.